السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وحبايبي في الله. سؤالين كتير 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 بيجون. السؤال الأول أكثر شيء، بدنا نجي على سويسرا، كيف بدنا نجي على سويسرا؟ شو هي الطريقة؟ الطريقة سهلة كتير، أقرب مطار عندك تيجي بتطلع بالطيارة بدك تروح على سويسرا، بيقول لك تفضل أهلا وسهلا بك. موضوع سويسرا والدخول على سويسرا يا اخواني معقد بشكل، يعني لا اللهم اذا يكون واحد معه صفت يوروهات او دولارات يتعرف له على طيارات او على شبكة يجيبوه بالطيارة، يعني موضوع ال 10,000 يورو ما بعرف اذا اكثر اقل، ما بعرف انا الموضوع ده ما بعرفه. موضوع الجاي مو سهل مو سهل مو سهل اخواني، ما تفكروا ان والله انا لليوم انا صار لي 4 سنين ونص باوروبا او اكثر شوي، يعني ما في شيء، لا شغل ولا شيء ولا شيء. سنة وسبع شهور باليونان، أنا طلعت من سوريا على تركيا تهريب، ودخلت من تركيا على اليونان تهريب، أنا وعائلتي مغامرة. وجينا من اليونان سنة وسبع شهور باليونان، بعدين الأمم الأوروبية جابتنا وزعونا. صليت 2 سنة و10 شهور بسويسرا بدون إقامة. اليوم إجاني الرد، رفض. رفض. يعني بيعطوني إف إنساني، أي لحظة بصير ببلدي آمن بلك تفضل رجع على بلدك، مع العلم أنا فلسطيني الجنسية تولد سوريا. يعني الحالتين أسوأ من بعضهم. سويسرا إذا ما عندك جرم سياسي يعني كبير ما بيعطوك السياسي البيس أو الإقامة الدائمة. موضوع مو سهل، موضوع معقد كتير. سويسرا حلوة، حكيت أو بحكيها، حلوة وغنية ونظيفة وما فيها عنصرية وفيها كتير إيجابيات، بس موضوع الأوراق معجزة 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 بكل ما تعني الكلمة. هو معقول 3 سنين؟ يعني 3 سنين كنت اشتغلت، أنا كنت عمرت له نص سويسرا، اشتغلت بمجال المطعم كنت اشتغلت له، يعني أي شيء ما في، لا شغل ولا شيء، حتى مدرسة ما في لأنه ما عندك إقامة. طب هلا ما أعطوني إقامة كمان نفس الشيء، بتمني على الحياة دي. ممنوع غادر سويسرا، ممنوع الشغل، مو ممنوع قليل الشغل، فرص عمل قليلة، يعني شو الحياة دي؟ اللي راحوا جينا نحن اليوم سوا، راحوا على السويد اليوم عم يقدموا جنسيات، اللي راحوا على هولندا صاروا رح ياخذوا الجنسية، قدموا عليها. موضوع سويسرا ما مفكرين الأمر سهل، اللي عم يسألوا كثير على الفيسبوك او على اليوتيوب بده يكون يعني معجزة. نحن معجزة جينا هون، بس المعجزة ليك ما في إقامة ما في شيء. موضوع مو سهل مو سهل مو سهل. كل انسان حابب يجي على اوروبا وعنده امكانية كشاب قوي يروح على غير دولة، يروح غير دولة أسس ياخذ شو بده يشتغل هون، أخي يجي زيارة على سويسرا، مازال أوروبا، تطلع بالطيارة مثل تطلع بالتاكسي بأي بلد ثاني، ما حدا لك وين رايح، تطلع بالطيارة تجي هون، تعدى شهر 20 يوم تمك رايح. حلوة سويسرا لعيني وراسي، بس يا أخي سويسرا كثير موضوع سيء، موضوع الأوراق، موضوع الإقامة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عن بلادنا العربية، ولا تجي لهون أو بدكم تجي لهون أهلا وسهلا. أنا من جهتي هيك شو، يعني اولادي مستفيدين، بس احنا مستفيدين، اولادي عم يتعلموا، بس باي لحظه اذا قالوا روحوا بيكونوا فشلوا بالدراسه بهالبلد وما عاد يكفوا دراستهم بهذيك البلد. يعني اليوم الولد بلبل الماني بلبل انجليزي، انا عيني وراسي، بس راح على سوريا، رجع سوريا تعلم عربي فاشل 4 5 سنين بقى بدون لغه عربيه. اليوم عم يعني بيكتب بيقرا بس المواد البرنامج المنهاج. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا اللي عندي، شاوروا عليكم، لا تنسونا من مشاركة الفيديو أهم شيء يا إخواتي، تعليق بيفيدني وبيفيدكم وبيفيد اللي يفوت، وقت إنسان يفوت جاي يطرح السؤال بيلاقي السؤال موجود يفوت على الإجابة، يعني كلكم تستفيدوا وأنا المستفيد الأكبر من التعليق. لكم جزيل الشكر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.